مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم أصابع الشوفان بالمكسرات والفواكه المجففة. أصابع الطاقة كتير كتير صحية ومغذية وكتير طيبة، بدون فرن وبدون زبدة رح أعملها. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي عنا كوب تمر، شلت البزر من التمر. فينا نستبدل هيدا التمر بمعجون تمر، ما في اي مشكلة. كمان عنا 3 كوب من العسل، يعني 85 ملي عسل. بدي نعم التمر. بسم الله. بحط العسل. عملنا التمر والشوفان، هلا منكفي انا وياكم. هلا بدي احط بالمقلاي 2 كوب من الشوفان ونحمصهم مع بعض على الغاز. هيدا كوب. طريقة كتير كتير صحية ومغذية. هيدا 2، حطينا 2 كوب من الشوفان. هلا بقليهم على الغاز حوالي 5 دقايق. بستمر بالتقليب وبعد 5 دقايق بكفي انا وياكم. بالجاط هلا بدي اعمل انا وياكم المكسرات. عنا لوز بكسرهم شي بسيط بهيدا الشكل، شي كتير بسيط. بس كسرهم بحمصهم وبدي احط معهم جوز كمان وزبيب ومشمش مجفف. شايفين كيف بكسرهم بهيدي الطريقة؟ بعد ما كسرتهم هلا بحطهم بالمقلاي. كمان بقليهم. هول بقليهم حوالي 2 دقيقة فقط. بس قليتهم 2 دقيقة هلا بطفي الغاز. بحطهم فوق الشوفان. كمان راح احط جوز. بكسر الجوز شي بسيط. هيك شقف صغيرة. شو عندكم مكسرات فيكن تحطوها بقلب هيدي الوصفة. بعد ما كسرنا الجوز فوقهم كمان بدي احط زبيب. كمان راح احط هيدا مشمش مجفف. المشمش شو بدي اعمل؟ بدي نعمهم شوي عشان الحبة كبيرة. هيك شي بسيط بهيدا الحجم. وممكن اذا حبيتوا تحطوا 1/2 كوب صغير جوز الهند، بس انا ما راح ادخل جوز الهند على الوصفة اللي عم بعملها. ولادي ما بحبوا جوز الهند، عشان هيك بفضل انه ما احط جوز الهند بقلبهم. كمان بحطهم فوق هيدولي. ورح احط التمر والعسل.
شفتوا التمر والعسل كيف صار عنا معجون بهيدا الشكل؟ هلا بعد ما احطهم بدي احركهم منيح مع بعض ليصير عنا عجينة متماسكة. بس صار عندي عجينة بهذا الشكل، هلا بدي مدهم بصينية. عنا هون صينية غلفتها بالنايلو بهذا الشكل، بدنا نحط الخليط اللي عملته أنا وياكم بقلب الصينية. بسم الله. مدوا نفس المستوى. بضغط عليهم بورقة الزبدة أفضل بهذا الشكل. بحطهم بالبراد أقل شي ساعتين. هيدي الحلا بعد ما جمدت منيح بالبراد. هلا بدنا نشيلهم من الصينية ونقطعهم أصابع. كمان راح اقصهم من النص. هيدا الشكل النهائي. عن جد كتير كتير مغذيين وصحيين وكتير روعة. اذا لاحظتوا ما استعملت زبدة وما حطيتهم بالفرن. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.